مرحبا بك عزيزي، لقد مضى الكثير من الوقت ولم نلتقي، لكن اليوم سوف أفاجئك عندما أخبرك ما هو الفرق بين التداول قديما والسهولة التي أصبح عليها اليوم. قبل وجود الإنترنت، الناس كانوا يركبون على خيولهم كي يذهبوا لبلاد أخرى كي يتم تبادل السكر مثلا بالذرة أو القمح. هل سبق وأخبرك جدك بذلك؟ بالتأكيد. في القرن 19 بدأ الناس يستخدمون الهواتف لكي يتصلوا بوسيط كي يساعدهم في الاستثمار، لأنهم لا يملكون المال ولا يعرفون كيف يستثمروا. لذا بدأ كل منهم يتعاقد مع وسيط عن طريق الهاتف لكي يصبح له استثمار، وهناك أشخاص كانوا يظلون ينتظرون على الهاتف حتى يجيب عليهم أحد. العملية كانت معقدة أكثر من هذا، هذا يعني لو أن شخصاً ربح أو خسر ربما يعرف ذلك بعد أيام. دعوني أشرح لكم مثالاً بسيطاً كي أوضحها أكثر. لنفترض أنك كنت موجوداً قبل الإنترنت واتصلت ببندر في السعودية لكي تطلب منه أن تتاجر بالسلع والذهب مثلاً، لكن بندر قال لك: أعتذر منك، فأنا لا أتاجر بهذه المواد. هذا سيجعلك تتصل بخالد في مصر أو أحمد في العراق كي تجد طلبك عند أحدهم. هذا يعني أنك لن تجد خدمتك إلا عند شخص واحد، وربما لا تجدها أيضاً. وفي كل مرة تريد أن تتاجر بشيء، يجب أن تبحث عن وسيط جديد مناسب، وكل واحد منهم سوف يبيعك أو يشتري منك بسعر مختلف. كل ما ذكرته لك عزيزي ينطبق أيضاً على تجارة العملات. وقبل ظهور التداول الإلكتروني، كانت المراجعة أمراً إيجابياً للأشخاص الذين يعرفون جيداً كيفية التداول أو متى يتداول. أعرف أنك الآن تسأل نفسك: ما هي المراجعة؟ المراجحة هي الاستفادة من فجوة أسعار السوق واختلاف الأسعار. الآن دعني أعطيك الخلاصة، النقاط السلبية للتداول قديماً: تقلب الأسعار، الفجوة السعرية، التداول كان محصوراً للأشخاص الذين يملكون الملايين وهم من يتحكمون بأسعار الأسهم. أما اليوم فإن ذلك اختلف تماماً، لقد توحدت العملة وأصبحت العملة المتداولة عالمياً هي الدولار. والنقاط الإيجابية للتداول اليوم: لم يعد هناك الحاجة لكي تستخدم وسيطاً لكي يستثمر لك. أنت الآن تستطيع العمل من المنزل وتبيع وتشتري بنقرة زر. أنت الآن تحصل على كل تحديثات الأسواق وأنت بالبيت. الآلاف من الأسهم والبضائع والعملات موجودة ومتاحة لك في مكان واحد. التداول أصبح مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومتاح لك من كل مكان. ومثال على هذه المواقع الذي يوفر لك التداول بطريقة مميزة وسهلة هو موقع إيتورو، وقد تركت لكم رابط الموقع في الوصف. انتظروني في الدروس التي سوف تغير حياتكم إن شاء الله.